أعلن عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو أن 6 أجانب من بين 8 قتلى في حادث منهاتن الإرهابي. وأشار عمدة نيويورك في مؤتمر صحفي إلى أن جنسيات القتلى من الأرجنتين وألمانيا واثنين من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الإصابات تتمثل في بتر أطراف وضربات في الرأس والذراعين والأرجل. ووصف بلاسيو الحادث بالجريمة المروعة وأنه عمل إرهابي، وأن التحقيقات مستمرة وجهود الأمن لن تتوقف. للمزيد معنا هاتفيا من نيويورك الأستاذ محمد السطوحي الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ محمد أهلا بك. إذن دعنا قبل أن نتحدث عن تداعيات هذا العمل الإرهابي نتكلم في الأول عن رد فعل ترامب بعد الحدث مباشرة. قال بأن من قام بهذا الاعتداء هو شخص مختل عقليا، في نفس الوقت الشرطة قالت بأنه عمل إرهابي. أي روايتين أصدق؟ هو لا تناقض بين الروايتين في الحقيقة. تعبير أنه عمل إرهابي كان مقصودا به أن الشخص الذي قام بالعملية لم يقم به كمجرد عمل إجرامي، ولكن قضية قضية معينة. في هذه الحالة كان المقصود بها التطرف الإسلامي، لأنه شئنا ما بين تعبير الإرهابي أصبح مرتبطا بالإرهابيين الذين يقومون بهذه العمليات ولديهم خلفية إسلامية من التطرف الإسلامي. من هنا جاء هذا التصنيف من قبل بيل دي بلاسيو عمدة نيويورك ومن قبل بعض وسائل الإعلام، على اعتبار أنه هذا الشخص تبين أنه مسلم وكان يقول الله أكبر. بعض المعلومات التي ظهرت خلال اليومين أو من الأمس إلى اليوم بدأت تؤكد أنه كان بدأت لديه بعض النوازع في التطرف الديني. كلام ترامب في الحقيقة في أول تغريدة أنا الحقيقة اندهشت، لأنه عادة يسابق الأحداث بالتصنيف الإرهابي كما حدث في باريس في ألمانيا إلى آخره، لكنه استخدم تعبير أنه مختل، وهذا ربما يوصف به تلك العمليات الإجرامية كما حدثت السابق مثل العملية التي حدثت في لاس فيغاس، لكنه تلا ذلك بتغريدات وكلام كثير. يعني نقدر نقول أنه حاول في الأول أن يهدئ من روع المواطن الأمريكي ربما، ولكن بدأ بعد ذلك يتحدث في إطار لغة التغيير في السياسات، وهو الهدف الأساسي لترامب منذ البداية، وهو غير مرتبط عمليا بالحادث الأخير، لكنه حتى وأثناء الحملة الانتخابية كان كثيرا ما يتحدث عن دخول الكثيرين إلى الولايات المتحدة ويجب تصنيفهم ويجب منع كثيرين خاصة القادمين من بعض الدول الإسلامية. لكن نلاحظ هنا أنه أوزبكستان التي جاء منها من قام بالعملية الأخيرة ليست ضمن حتى الدول التي صنفتها واشنطن ضمن الدول المقلقة التي يتم تحكيم أو منع القادمين منها إلى الولايات المتحدة. طيب أستاذ محمد، يعني أول ما فكر فيه ترامب هو تعديل سياسة الهجرة وخاصة إنهاء برنامج اليانصيب على الإقامات الدائمة في الولايات المتحدة، على الرغم من أن الكثير يرى بأن ليس ذلك هو السبب الأساسي، ولكن يمكن قانون حمل السلاح في الولايات المتحدة الأمريكية هو السبب في مضاعفة هذه العمليات الإرهابية على هذا النحو. طبعا هذا هو الفارق الحقيقي في الاستجابة من ترامب ومن الجمهوريين عموما بالنسبة لمثل هذه العمليات، لأنه بعد لاس فيغاس قتل 59 شخصا وقتل مئات ربما أصيب مئات، ومع هذا لا يوجد جدل أو حوار حقيقي بالنسبة لتغيير السياسات المرتبطة بحمل الأسلحة النارية التي تستخدم في مثل هذه العمليات. لكن مع العملية الإرهابية الأخيرة ومدى فظاعتها مع كل التسليم بكل ذلك، إلا أنه نجد الحديث حول تغيير سياسات فورا لمنع مثل هذه العمليات. وطبعا تغيير السياسات في هذه الحالة مرتبط بأيديولوجية في الحقيقة لدى الجمهوريين المحافظين الذين يحاولون قدر الإمكان منع الهجرة إلى الولايات المتحدة، رفض بناء ربما حائط كما يطالب ترامب الآن على الحدود مع المكسيك، ربما رفض الأجانب بشكل عام لدى نسبة من المحافظين. لكن هذا هو الاختلاف القائم، وللأسف هو يترك بصمته على الجدل السائر بشأن السياسات الأمريكية. طيب أستاذ محمد، عايزين نعرف من حضرتك وأنت مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية عن تداعيات ربما المواطن الأمريكي من تكرار الحوادث الإرهابية. طبعا لا يمكن الجدل بأنه تترك أثرا سلبيا للغاية،
وتضعف موقف الليبراليين الذين دائما ما يدافعون عن وجود التنوع داخل المجتمع الأمريكي والقبول والتسامح في التعامل مع المسلمين والعرب وغيرهم من الجنسيات الأخرى. هذا يدعم بالتأكيد أيضا يد القوى المحافظة المتشددة ضد الأغراب عموما وضد المسلمين بشكل خاص. هناك جزئية ربما أعتقد أنها مهمة، أنه من يقومون بهذه العمليات ليسوا بالضرورة مجرمين أو ليس لديهم سجل إجرامي سابق، ومن هنا هذا حتى يضاعف من الضغوط على الجالية العربية والإسلامية. لماذا؟ لأنه هؤلاء ليسوا مجرمين بالطبيعة، لم يقوموا بعمليات إجرامية قبل ذلك، وبالتالي هذه ليست عملية إجرامية، وأنه أي شخص منكم كعرب أو من المسلمين من الممكن أن يقوم بعملية مشابهة غدا. لا نضمن أنك أنت تسكن أسطنة وتعيش بيننا ولكنك غدا تقوم بعملية مشابهة، لأن هؤلاء كانوا بالفعل كذلك في سان برناردينو على سبيل المثال في كاليفورنيا، كانوا يحتفلون مع أصدقائهم في حفلات ثم ذهبوا وأحضروا السلاح وقاموا بقتلهم. يعني هذا شيء يعطي دائما صورة سلبية للغاية عن أنه لا يمكن الاطمئنان إلى عربي أو مسلم حتى وإن بدا منه غير ذلك. شكرك الأستاذ محمد سطوحي الكاتب والمحلل السياسي من نيويورك، شكرا جزيلا لك.